ووصلنا لفقرتنا النهائية بصباحنا لليوم. أعطى التطور العلمي مجموعة من الظواهر والمفاهيم الجديدة، ومنها الدفع الإلكتروني، وهو نظام متكامل بتقدمه المؤسسات المالية والمصرفية لحتى نسدد ونحول الأموال بشكل إلكتروني وبشكل أسهل وأخف عجقة. رح نحكي أكثر عن هي التقنية وعن إيجابياتها وعن سلبياتها مع دكتوراه بمجال الاتصالات وماجستير في إدارة الأعمال. صباح الخير. صباح النور. سعد صباحك. سعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. بالبداية خلينا نتعرف على آلية الدفع الإلكتروني وشو هي أنواعه. حقيقة اليوم الدفع الإلكتروني مفهوم كبير، يعني فيه تفاصيل كتير، ولكن بالمفهوم العام اللي بيفهمه خلينا نقول المتعامل مع الموضوع هو أنه يسدد أي قيمة مالية، خلينا نسميه إما رسم أو فاتورة أو أي شيء، أو ممكن نوع من أنواع يمكن المشتريات من خلال أداة دفع إلكتروني، يعني بدون ما يكون عم حامل مصاري كاش، بده يفوت يدفع فاتورة أو بده يفوت يعمل أي خدمة يقدر يعملها من خلال وسيلة دفع ومن خلال أداة دفع إلكترونية بدون ما يكون عم يستعمل النقد الورقي. تمام. يعني خلينا نحكي عن نقطة كتير بنسمع إنه ناس عم تشتري، عم تبيع، عم تدفع. صحيح. وعم تقبض. صح. مشان مو كله دفع عم يقولوا لي من عن طريق التقنيات الإلكترونية. تمام. خلينا نحكي عن سلبيات هاي التقنيات، يعني ممكن حدا يوثق بابلكيشن، يوثق باي شيء او دفع الكتروني ويطلع هو غير صحيح او وهمي؟ حقيقه هي القصه خلينا نمشي بمراحل. اول شيء اليوم قبل ما نحكي بسلبيات الموضوع، في ايجابيات الموضوع وفي سلبيات الموضوع، فاي موضوع بده يتناقش بالحياه بدنا نحط البروز اند كونز، نحط الايجابيه والسلبيه ونشوف انه الميزان الاهم. هلا عم نحكي على مستوى السلبيات، ما زال بلشنا بالسلبيات. بلشت السلبيات عشان ننهي بالايجابيات. اوكي، بس الفكره انه اليوم السلبيه الوحيده الموجوده بالموضوع اللي من وجهه نظري طبعا هي انه بدها تكون تعرفه الدفع الالكتروني يعني خلينا نقول بباك اند او بشركات تكون قادره تسيطر على عمليه امن المعلومات. يعني اليوم الدفع الالكتروني مشكلته الوحيده اذا كان مو مسيطر على امن المعلومات ممكن يصير في خروقات وبالتالي في عمليات احتيال ممكن تصير. وبنسمع احيانا انه والله البنك الفلاني مدري مين عمل هاكينج عليه، الشركه الفلانيه صار اشكاليه فيها، التطبيق الفلاني صار إشكالية فيه، وبالتالي هو المخاطر الوحيدة في أمن المعلومات. فلازم لما يكون في شركات دفع إلكتروني أو مصارف فعلت خدمات دفع إلكتروني يكون هي عندها رفد بعملية شركات أمن معلومات تكون وراها عم تقدر تعملها بشكل دوري مسح أمني لتشوف إذا في إشكاليات بعملية اختراقات أمنية مشان ما يصير أي مشاكل بالاحتيال. هي السلبية الوحيدة على مستوى الموضوع التقني. على مستوى الموضوع الإداري أو خلينا نقول المالي، الدفع الإلكتروني كله إيجابيات حقيقة، بطل فيه سلبيات. تمام. لكن خلينا نحكي عن الإيجابيات، هي السرعة وسهولة أكيد الشراء وكثير من القصص الإيجابية. خلينا نحكي عن أهميتها من الناحية الاقتصادية كمان بشكل عام. صحيح. هلا بالنسبة للإيجابيات اليوم نحن حنحكي بالواقع السوري الموجود اليوم بسبب التضخم اللي صاير، فعنا مشكلة كتير كبيرة حتى على مستوى الأشخاص أو على مستوى البنوك أو على مستوى يمكن الدولة بموضوع النقد الكاش. فاليوم بتلاقي أنه أنت اليوم عندك دائما إشكالية بنقل النقد، عندك إشكالية بآلية التعامل مع المفوترين إذا بدنا نعمل عملية مشتريات، وبالتالي من خلال عمليات الدفع الإلكتروني صار فيني أقوم بالعملية هي من خلال وسائل مبسطة، إما من خلال بطاقة أو من خلال أبليكيشن على الموبايل بعمل عملية دفع وإلى آخره. مثل ما شفنا أطلق كذا مصرف اليوم عمليات خلينا نقول موبايل بنكي، أنه تقدر من خلال التطبيق تبع البنك تعملي دفع الحسابات دفع وإلى آخره. فهي بتوفر عملية نقل الكاش والتعامل مع الكاش. هلا على مستوى الاقتصاد بالشكل العام مجرد هو انه حركة المال تصير من خلال نقل الكتروني، فعمليا عندنا ايجابيات غير متناهية، تبدأ بانه نحن صرنا مسيطرين على امور الضرائب بامور المشتريات، وتنتهي بانه عمليا نحن صرنا عم نقدر نعرف كل ترانزاكشن المالي اللي عم يتحرك ونصير نقدر نعمل بناء عليه اناليسز. يعني دائما لما بنقل اي شيء لموضوع الحوسبة او التحول الرقمي خلينا نسميه، اللي بكسبه دائما هو المعلومات اللي باخذها لاعمل على اساسها تحليلات.
هالتحليلات شو بتفيدني؟ التحليلات بتفيدني لأقدر سيطر على القطاعات. فمثلا أنا بشوف أنه مثلا عمليات الدفع الأكثر عم تجي باتجاه قطاع معين، فممكن أقوي مجهوز الصناعات باتجاه هذا القطاع، تمام، أو مثلا خفف الاستيراد فيه أو أرفع الاستيراد فيه. وبالتالي اليوم على الفيجن الكبير، أو خلينا نقول على المنظور العام، الدفع الإلكتروني بيعطيني فاسيليتي أكبر، يعني أو أشياء أكثر من فكرة أنه بس عملية أدفع بخلال تطبيق أو بطاقة أو شيء. على المستوى العام أو الاقتصاد الدولة حيساهم كتير بنمو الاقتصاد، بأنه أنا عندي أول شيء سيطرت على موضوع الدخل الضرائب، فما عاد عندي مشكلة أنه والله التهرب الضريبي، وعندي مشكلة أنه هاي الشغلة كيف بدي أحسب ضريبتها، وبتلاقي بعدين في استعلام ضريبة وإلى آخره. خلص ممكن تكون القصة يوما ما أنه عندي ضريبة ثابتة على أي مشتريات بتشمل كل شيء وراها، وأنا مسيطر عليه من خلال الدفع الإلكتروني، مثل ما صاير بكل دول العالم. يعني اليوم عم نحكي فوق 70% من عمليات الدفع خلينا نقول مثلا بالدول اللي بدفع للدفع الإلكتروني، وتصير من خلال تولز دفع إلكتروني، إما بطاقة مصرفية. يعني برا ما بنشوف حدا حامل رزمتين كاش وما شفيهم بالشارع، بنلاقي في بطاقة أو بنلاقي في أبليكيشن موبايل بيعمل عملية الدفع من خلاله وإلى آخره، من تولز، من ممكن تكون من جهاز بالطريق بنعمل معه عمليات الدفع، ممكن تكون في أبليكيشنات وإلى آخره ونقاط بيع وإلى آخره. فبالتالي اليوم هذا حيساهم بشكل كتير كبير برفض الاقتصاد بعملية الدخل والإيراد من موضوع الضرائب، زائد على مستوى الأشخاص حيريحهم من قصة عملية الاحتيالات اللي ممكن تصير، عملية الآلية الدفع والتسهيل، يعني وخاصة هلأ كورونا. يعني اليوم عندنا مشكلة أنه نحن عندنا مشكلة أصلا بالتباعد الاجتماعي، فلو في دفع إلكتروني أنا يمكن كنت صار لقيت هالعالم هلأ تشجعت لتعمل تطبيقات لا متناهية بتقدم خدمات لا متناهية، يمكن دفع قيمة هاي الخدمات من خلال الدفع الإلكتروني. وبالتالي اليوم عم بقدر انا سيطر على مثلا على موضوع التباعد الاجتماعي من خلال اقدم خدماتي ولا ادفع الكترونيا. لاحظنا ان الشركه السوريه للمدفوعات اطلقت اليوم كذا خدمه، لما ربطت كذا مصرف مثلا صار فينا ندفع فواتير الهاتف، فواتير المي، فواتير الاتصالات، بعتقد صار فينا ندفع خدمات المركز خدمه المواطن. يعني انا اذا بدي اعمل خدمه مركز خدمه صار فيني ادفعه من خلال تطبيق تبع المصرف، ويمكن لاحقا يصير في بورت الحكومي انه انا نفس الخدمه اخذها بدون ما اروح على مركز خدمه المواطن، اخذها من البيت. كان شو اللي موقفني؟ كان اللي موقفني انه يكون عندي آلية دفع، فهون صرت بقدر اطلب حتى الخدمه وانا قاعد يمكن بدوامي هون معكم للصبايا، اطلب خدمه حكوميه وادفع حقها. تمام، خلينا نحكي بنقطة، يمكن دائما الدفع الإلكتروني هو مربوط مع البنوك كانت أو المصارف الخاصة أو الحكومية، ولكن خلينا نحكي كتير في أبليكيشن أو كتير في مواقع هي بتكون فيك، هي مانا حقيقية. كيف بيتم التأكد أنه هي مانا نصبة؟ كيف بيتم التأكد ويمكن المشاورات قبل ما يسحبوا المصاري من البنك؟ هلأ بالحقيقة حنحكي على نطاق يعني خلينا نقول السوري. على بسوريا اليوم طبعا في هيئة اسمها هيئة الوطنية لخدمات الشبكة أطلقت مجموعة ضوابط ونوازم للتطبيقات. يعني أنا أي تطبيق بدي أطلقه بسوريا لازم أخذ اعتمادية من هذه الهيئة، اللي هي عندها ضوابط ونوازم لتقدر تعمل مسح أمني لهذا التطبيق، وتشوف أنه ما في أي نوع من أنواع النصب والاحتيال، وتشوف إذا ما في أي إشكالية وبغز، وتشوف أنه غير مخترق، وتشوف أنه ما في مشكلة أنه هذا الزلم اللي عم يعمله، وبتأخذ وثائق صاحب التطبيق وإلى آخره، مشان إذا في أي إشكالية بالتطبيق يكون مرجعية، في مرجعية للتطبيق اللي بدي نزله عندي وإلى آخره. فهون أنا بضمن أنه هذا التطبيق عمليا له مرجعية بسوريا. فأنا لما بنزل تطبيق بسوريا فحنلاقي كتير شباب اليوم حطلي تطبيقات، وهلأ أكيد حنشوفها كتير لقدام. وبالتالي اليوم ما بضمن أتعامل مع تطبيق غير لما أكون أنا متأكد أنه هذا التطبيق أو مذكور باتفاق، لما أنزله باتفاقية الاستخدام. في اتفاقية استخدام دائما نحن بنعملها accept أو agree أو بنكتب موافق دائما بدون ما نقرأها. هاي اتفاقية استخدام بتكون فيها عمليا نوع من أنواع المذكور فيها الترخيص اللي حاصل عليه أو الاعتمادية اللي حاصل عليه التطبيق داخل سوريا. هلأ الميزة الأهم أنه أنا اليوم لأربط هذا التطبيق على الدفع الإلكتروني عمليا بدي يكون عم بتعامل من خلال مصرف وإلى آخره، ولكن كمان أنا أي مصرف حيتعامل معي فأكيد حيكون متأكد منه هذا التطبيق مرخص ومعتمد. فبعتقد بسوريا الضوابط والنوازم متقدمة جدا، والتشريعات، يعني اليوم التشريعات الموجودة بسوريا لموضوع التطبيقات والدفع الإلكتروني من أهم التشريعات اللي موجودة بالدول المجاورة حقيقة.
حتى على يمكن يعني اذا بقول لكم قصه يمكن لما بناقش فيها بالوضع الطبيعي لما اقعد مع اشخاص، حتى التشريعات الموجوده بسوريا هي من التشريعات الموجوده يمكن بالامارات، مع انه هناك تطبيقات كثير ادفانسد ومتقدمه، ولكن على صعيد التشريعات عم بحكي والقوانين نحن متقدمين فيها كثير. يمكن التنفيذ عنا بده شويه ادابتيشن او بده قصه، يمكن لانه لسه الوعي في وعي في مشكله يمكن بالتعامل المصرفي والى اخره، بس بالشكل العام ذكرت انه حضرتك دفع الكتروني من خلال المصارف، هو ممارسه العالميه بتقول انه اما تكون خلال مصارف او من خلال شركات، يعني مو ضروري من خلال مصارف. ففي برا بنلاقي في شركات مثلا مثل الماستر والفيزا هنن عمليا ما هنن مصارف، تمام، بيصدروا بطاقات من خلال مصارف، وبالتالي اليوم مو ضروري الشركه اللي يكون الدفع الالكتروني من خلال مصارف، ولكن ممكن من خلال شركات دفع الكتروني. وبسوريا في تشريع وقانون بمصرف سوريا المركزي لترخيص شركات دفع الكتروني تعمل تحت مصارف. اكيد بنتشكرك، بنتشكر وجودك معنا، وشكرا على نصايحك القيمة. شكرا اكيد كثير لحضرتك، ونحن اكيد بنتمنى انه يصير الدفع الالكتروني بشكل دائم مثل ما ذكرت ببدايه الحديث، انه هذا الشيء بيطور الاقتصاد وبيزيده اكثر واكثر. بنتشكرك كثير، اهلا وسهلا فيك.